تحقق على أرض الميدان. إن شاء الله نتمنى النجاح أكثر لكل الجزائر إن شاء الله، نتمنى لكم إن شاء الله ثاني توفيق وتواصلوا في العملية تاعكم، وتأكدوا أو كان جهد وطني يبذل، كان رجال واقفون على هذه البلاد ونساء أحرار. هناك قائمة طويلة من المجاهدات والشهيدات، وهناك قائمة طويلة من الناس اللي وقفت مع الجمهورية الجزائرية في التسعينات، وهناك قائمة طويلة من المناضلات. الحمد لله الجزائر، المرأة الجزائرية ولادة وتجيب ومازالت تجيب ورايحة تجيب. المهم نأكدوا عليه اليوم حنا الأمور الاختصاص تاعكم أنتم تعرفوا خير منا، إن شاء الله تخرجوا بتوصيات وتخرجوا بحاجة اللي نبلغوها الرئيس الجمهورية. الأهم هو إنجاح العملية الانتخابية، الأهم هو تفويت الفرصة على الناس اللي تستنى في البلاد هذه بيبركوها. راكم على بالكم بالتحديات، على بالكم الدول اللي تستنى فينا، على بالكم جرسو، على بالكم فرنسا، على بالكم إسرائيل من هي، على بالكم كل الناس اللي يتخلط في الساحل الإفريقي، الناس اللي يتخلط في الحدود تاع الجنوب، الناس اللي يتغرق في السوق الوطنية بالمهرجانات والمخدرات، الناس اللي حابة تبث خطاب الكراهية، الناس اللي حابة أولادنا يفشلوا ما يكونش أمل. حنا إن شاء الله نرفعوا التحدي ونكون إن شاء الله كلمة واحدة، وإن شاء الله النجاح حالفنا. تحية الجزائر والمجد والخلود لشهداء العرب. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.